اهتز العالم لمقتل إسرائيل، ودموع أوروبا تغرق السفين، وغضب اليهود يحرق المسلمين. وأما القدس فهو حزين ينادي: أين أنتم يا حكام العرب؟ أين وحدتكم؟ أين أسلحتكم؟ أنسيتم أنني القبلة الأولى، مهد العبادات، أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات. لقد أطفأ اليهود نوري، ودنسوا قداسة وأرض وساحات. فلسطين يا حبيبتي، يا أرض التراث العريق، ويا مهد الحضارات، وأرض الرسالات، وبيت النبوات التي عاش فيها الأنبياء والمرسلين الصالحين، هي أرض طاهرة ومقدسة منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين. نذكر منهم سيدنا إبراهيم، وسيدنا لوط، وداود عليه السلام، وسيدنا موسى بن عمران، ومسقط رأس سيدنا عيسى بن مريم رضي الله عنهم. أراض مقدسة ولكنها محتلة، وأمتنا منفصلة لأنها منحلة، وأمريكا تساند اليهود وتزودهم بأسلحة وصواريخ لقتل أطفالنا الرضع، وشيوخ ركع، ونساء ثكلى، وقصف عشوائي على مستشفيات ومدارس ومساجد. ماذا يقول حكام العرب يوم القيامة لربنا إذا سألهم: أين كنتم من كل هذا؟ فعندما يموت الضمير والإنسانية، تتيتم الأطفال وتسرق أحلامهم، وتهدم بيوتهم، ويغزو الغرباء أراضيهم، وتسود المصائب والمحن. حينما اشتدت المصائب واشتد البأس على فلسطين، كثرت أسئلة الملحدين وضعفاء العقيدة بقولهم: أين الله؟ كيف يكون الله العدل؟ أين عدله وعدالته على فلسطين؟ لماذا لا يخسف باليهود الأرض؟ لماذا كل هذا الظلم على فلسطين والله لا يستجيب لدعواتنا؟ فالله عز وجل قال في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بمعنى لا يجوز طرح سؤال مثل هذا. والله عز وجل له حكمة في ذلك لا يعلمها إلا هو، ويجب أن نكون على يقين تام بأن الله عز وجل أرحم بنا من رحمة أم لطفلها الرضيع. فالله ليبتلينا ليعذبنا، لقوله تعالى في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل يبتلينا ليعذبنا، ولكنه يبتلينا ليهذبنا ويقربنا إليه. فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن عظم الجزاء من عظم البلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا أن البلاء هو سبب لتكفير السيئات والذنوب. الله عز وجل بيّن لنا طريق الحق، وجعل الإنسان في أفعاله مخير، لقوله تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم، إن هديناه السبيل بمعنى بينا له الطريق. وقال أيضا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجعل الإنسان مخير بين طريق الخير وطريق الشر. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأنفال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمرنا الله عز وجل بالاستعداد للحرب، ونعد العدة للقتال. إسرائيل لم تنتصر على أهلنا في غزة، فالنصر ليس أن تنتصر على الأعداء فقط، فالنصر هو ثبات على الحق، ونموت على الحق ودين الحق بإذن الله عز وجل. ففي غزوة بدر المسلمون انتصروا رغم قلتهم، لأنهم كانوا ثابتين على دين الحق، فقتلوا ألفا وغلبوهم. بينما في غزوة أحد، لما خان المسلمون أوامر الله ورسوله ولم يثبتوا على خطى واحدة، ونزلوا من الجبل جبل الرومات، فهزموا هزيمة نكراء لأنهم خالفوا أوامر الله ورسوله، وكان هذا ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل لو أراد نصرتهم لنصرهم مثل ما نصرهم في غزوة بدر وفي غزوة خندق.
غزوة خندق جاءت بعدما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على بني نظيرة وبني قريظة وبني قينقاع وطردهم من المدينة، وبعدها مكثوا في خيبر وعملوا فتنة بين العرب وسخنوا القبائل من أجل أن يغزوا المدينة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت بغزوة الأحزاب حيث انتصر الرسول عليهم وطردهم من خيبر. وهذا هو النصر الأول المذكور في سورة الإسراء، قول الله عز وجل: تفسير هذه الآية هو أن الله عز وجل كتب لليهود إفسادين في العالم، وهذا قضاء الله وقدره، وعندهم علو كبير واحد، وهذا العلو يأتي في آخر الفساد الثاني، فيا بني إسرائيل كتب الله لكم إفسادين مختومان بعلو واحد، ثم ينتهي أمركم إلى الأبد، فصبرا يا أهل غزة فنصر الله قريب. فلما هزم الصحابة ورسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، بدأ المنافقون يتساءلون: أين الله؟ لماذا لم ينصركم؟ فنزل الله عز وجل في سورة البقرة هذه الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. فالله عز وجل هو النصير، هو العليم، هو من يعلم ويعرف متى ينصر عباده، ويعلم متى يستحق عباده النصر، ويعلم أيضا متى تأتي الأجيال والشعوب والقبائل تتمحص وتستعد كقوة واحدة ويد واحدة، وتتعب حتى تكون أجيال مؤهلة للانتصار بإذن الله تعالى. تيأسوا إن نصر الله قريب، يقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم النصر. صدق الله العظيم. فنصر الله تعالى آتي حتى وإن تأخر، وأي صعود وعلو وارتفاع في غير ما يرضي الله فهو انحطاط ونزول وهبوط. صبرا جميل. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صبرا يا أهل ياسر، إن موعدكم الجنة، وهذه الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. في الأخير ندعو لإخواننا في غزة بالثبات والصمود والنصر القريب، فاللهم يا مسبب الأسباب ويا هازم الأحزاب، سخر لأهلنا في فلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، وافتح لهم أبواب التوفيق، واشرح لهم صدورهم، ويسر أمورهم، وقوي عزيمتهم، ومدهم بالصبر.